جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية ثم إلى أرواح سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا أبو بكر سكران وسيدنا أبو علي بن سكران وسيدنا عبد الله بن بكر العدروس وسيدنا أبو بكر عبد الرزاق الدني وسيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا أبي أحمد بن محمد سبيل الشيب الحبشي وأبي عمر عبد الرحمن عطاف الشعري وعبد الله بن راس وأبي عبد الله بن الحداد أبي أحمد بن زيد الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روسي سيدي وحبيبي الحبيب حسن بن صالح البر الجوفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب الطاس واصولهم وفروعهم ثم الى سيدي والشيخ وقدوتي الله حبيبي محمد حبيبي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والي والديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وابو علوي ابي دوس الهلدي الجوفري مشايخه وتلامذته واخواته واخوانه وازواجه وام عبد الله وابو فاطمه بنت محمد مولى خيله واولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب احمد والحبيب علوي والحباب خديجه وأصولهم وفرهم ثم إلى رسيدي وقرتي الله شيخي حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولي والديه وصنبه خليجة بنت علي القدري وزوجاتي هبر الشفاء بنت طه بن أبي أسقاف ولي والديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسن عرفان وأخي أمي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر السقاف والحبيب محمد نجم بن طه بن أبي أسقاف ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد العيدروس ولي والديه جدي أحمد وجدي علي وجدتي وجي وزارة طلحة ثم إلى روح خلي حسين خلي ألوي خلي محمد عمي زين عمي عدوس عمي عاقل من أبي محمد عاقل من أحمد عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح خلتي نور خلتي مزنا خلتي فاطمة خلتي خلي جامة فاطمة أمتي نور عين أمتي النور ثم إلى روح أحبابه سيدة بنت علي الحبشي ووالدتها ثم إلى روح بابا سعد بنت عبد الله الشريفة رضي الله بنت علي بن شهاب ثم إلى شريفة فاطمة بنت عبد القادر الجفري ثم إلى روح أميدة الكراري ولد فاري محرم ثم إلى روح ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ثم الحبيب صالح بن أحمد أسقف وزوجاته علوية ثم إلى الحبيب محمد بن سيل العدلوس والأولاد الحبيب شيخ والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين ثم إلى روح الحبيب محمد بن عدوس الحبشي والحبيب بكر بن محمد السقاف واولادي صنع حبيب الشيخ بكر السقاف ثم الى روح عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف والحبيب احمد والحبيب عبد القادر بن احمد السقاف والحبيب عبد القادر عبد الرحمن السقاف والحبيب علي بن سلطان صحابي علي بن رحمه الحبشي والحبيب والحبيب حسين بن محمد الحداد والحبيب حسين بكر الدوس وربتان وجميع اولياء هذه البلد وصلها ثم الى روح جزاكي ثم الى روح يا هاشم أشعري ووصوله وفروعه ثم إلى روي وهب حسب الله ووصوله وفروعه ثم إلى روح أهل تيبس مات المسلمين وأهل مربط بقنا من أموات المسلمين وأهل المعلى والبقيء والزنبل والفرات وقدر وجميع تراب البشر ومن كان في سابق حاضرا معنا لمن أمر هذا المجلس وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاهقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفات بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويدخل في مسيئنا في بركات محسننا وعاصينا في بركات طائعنا وأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويقسم لهم بأوفر حظ من ثواب هذه الليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسعة والأمان والمغفرة والرضوان ويجعل سكنهم الجنان وأن الله يرزقنا جميعا الكمال المتابات لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال والنيات والعادات والعبادات وأن الله يجعل أعمالنا منطويات
في أعماله ونياتنا في نياته وتوجهاتنا في توجهاته صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله يبارك لنا في أوليائنا وصلحائنا وعلمائنا ويقسم لنا بحظ وافر من معرفة العارف وقرب المقرب وصدق الصادق وأن الله يدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقطعنا عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك ويجعلنا وأولادنا وإخواننا وأحبابنا كرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من حسبه ومن أهل حضرته ويرزقنا القرب منه والمشي على طريقته وأن الله يرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة بدون تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والسلامة ومع التوفيق والهداية وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلى طارق يترك بخير وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا يهلكنا ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات والفتن والمهن والوباء والأوباء من ما ظهر منها وبطن وأن الله semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat Islam di seluruh dunia khususnya umat Islam yang ada di negara kita dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Ta'ala jadikan bangsa ini bangsa yang penuh rahmah, bangsa yang penuh barakah. Allah jauhkan negeri ini dan penduduknya dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala petaka dunia maupun akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala macam hal yang membahayakan dunia maupun akhirah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah menyehatkan yang sakit, memberikan kesembuhan kepada yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, sahabat kita, teman kita, orang tua kita, khususnya mertua saya Ibu Dina dan juga nenek saya Abah Khadijah. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan semuanya dari segala macam penyakit, memberikan afiah daimah tamah, memanjangkan usia kita semua dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan, kekayaan, rezeki yang berkah melimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, tanpa siksa di dunia maupun di akhirah dan menyebabkan ke dalam surganya. Dan semoga Allah Ta'ala akhir usia kita kelak semua dengan husnil khatimah setelah semua kebaikan tersebut. Ala hadiniyah wa ala kulniyatin salihatin jamiatin nafiah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Yeah.
وسلم عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، مسيح نصر بالنصر قد هام، يا ربي صل على محمد، ما سارت العيس بطن سبسار، اللهم صل وسلم عليه. يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا semuanya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, wa اغفر وسامي من كان أدنى، يا ربي صل على محمد، وبلغ الكل كل مطلب، يا ربي يا ربي صل على محمد، وبلغ الكل كل مطلب، يا ربي صل على محمد، خير مذهب، يا ربي صلي على محمد.
Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslih wa sahil ma qatta sahab. Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-baraya jahan wa arham. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad asdaqi abdin bilhaqi ahrar. Ya Rabbi salli ala Muhammad khairil سلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على Ya Allah, angkat bala dari negeri ini ya Rob. Angkat bala dari negeri ini ya Allah. Selamatkan seluruh umat manusia khususnya pecinta-pecinta baginda Muhammad SAW ya Arhamar Rahimin. Selamatkan semuanya ya Allah. Assalamu alaik السلام عليك. السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه لا إله إلا الله تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى
سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتعلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتأس بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بإنات الله في حزبه وعلى آله والصحاب الذين ارتقوا صوبة المجد بقربه واتفى يعود إلى الشرف الأصلي بودي وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بذور أسرار اختصاص للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر
حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بجميع أشهر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفيت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عباد الله رجال الله أغيثنا عبد القادر الجيلاني وحبيبي علي حلوشي أتوصل بكما أن أسألنا عند ربنا أتوجه بكما إلى ربنا أن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا جميعا العافية الدائمة التامة ويرزقنا سعة كاملة ظاهرا وباطنا ويدل أمرنا في طاعته ما نطق العافية والسهالة والجمالة والرضا والعناية يا رب استجب لنا يا كريم اللهم ادفع عنا الأوباء
Allahumma tu'anil ashrar Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Idfa'anna ya Rab Idfa'anna ya Rab Idfa'anna ya arhamar rahimin Allahumma idfa'anna ya Rab 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 Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanahdha bi fadlillah ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يسر الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بطنها فضمت أخشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صلِّ وسلِّم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء السقيم قلوب صدق اللجاء يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء الكليم جد بالعوافي وبادر بالشفاء الكليم.
اللهم صل على سيدنا محمد. Yang mau sehat, gerakkan lisannya, gunakan hatinya, teriakkan salawat tibil kulub, agar Allah Ta'ala turunkan kesembuhan bagi siapapun yang sakit. Niatkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh jagat raya. Nuril abasari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana ya jazil al-afwa yarham rahim. Jud bil awafi ولا تكشف على العبد خيم والعبد يرضاك يا مولاي بقلب سليم غريمنا المصطفى محسن يا رقم غريم غريمنا المصطفى محسنه يا كرم غريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ومن حضر عندهم مسافر أو مقيم وعظم كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسى عسانا على ذكره وحبه نقيم عسى عسانا على ذكره وحب نقيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها سحابه علي ترضم علينا رذيم ما ينبطي خيرها يا خير حتوى كريم. الله يكفي البلاء ولا نشوف الأيم ساعاتنا لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
ونصبح كلنا في نعيم والدار أخرى يقع مسكا جبال النعيم عسى عسى لن كشا يا ربنا قد خين يا ربنا يا كريم الوجه يا كرم كريم ترضي الشفاء والعوافي للذي وسكين يا رب يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأتر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود
ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، الصلاة أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون عرس وسرور قد تجدد. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فزاروا ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فليربي كل حمل جل حبنا بوجود المصطفى.
سلامك نسعد نهج سبيلي الله قيمي نسعد ونرشد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رب إلى أن له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأجأته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول صلى الله عليه وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج صلى الله عليه فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وقول رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه صلى الله عليه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة العتلاك نازلته من الحضرة الإلهية أوامر النفحات الكربية صلى الله عليه وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وعولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات صلى الله عليه تشهد فيها الذات للذات وتتلكى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بعيد الخضوع والإخبات رتب تسكت الأماني حصرا دونها ما وراءهن وراء أكل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان
وأولته من عواتفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلا. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع العلسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يتمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها. فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجهها من عطايا الحضرة الأحدية، وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية. فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية، وأقامته في صورة حسنة بدرية. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه، والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه. قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة. إذا تكلم النظر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مساقع البلغاء من البشر. تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. صلى الله عليه. سيد ضحك التبسم والمشي الهوينا ونومه الإخفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضات الغناء. رحمة كله وعزم وعزم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب، فيفوت سريع المشي من غير خبب. فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها. لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه، تحيرت الألباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدسنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي.
فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. dipimpin Syekh Ali Maksum dan Hadroh Ar-Raudhah tim dari Jepara, kita akan bersama-sama gedor langit. Setelah tadi sholat isya berjamaah, ba'diyah isya, baca maulid sampai sekarang, dari tadi kita tuh lagi ngedor pintu langit. Dobrak pintu langit, minta niat yang terbesar agar bangsa kita diselamatkan. Ya, bangsa kita diselamatkan dari segala bentuk bencana, musibah, bahaya, dunia maupun akhirah. Agar semua penduduk negeri ini khususnya umat Nabi Muhammad SAW diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi ketenangan.
ya, diberi ketenangan dalam jiwanya, dalam pikirannya, dalam perbuatannya, dalam diamnya, sehingga tercipta negeri yang betul-betul damai, tenang, menyenangkan. Ya, damai, tenang, menyenangkan. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, ya, yang saat ini ada di rumah maupun yang saat ini nonton lewat tayangan-tayangan di dunia maya, terkhusus tetangga-tetangga saya, mudah-mudahan semuanya digerojok rezeki. Amin. Yang berkah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah, rezeki yang datang tanpa susah payah dan tidak membuat susah dunia maupun akhirah, dan diberi al-afiyah. Al-afiyah dalam arti yang sebenar-benarnya, al-afiyah dalam arti yang luas, zahiran wa batinan. Dan semoga semua yang sedang sakit diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur fi ta'atillah, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Terkhusus anak keturunan kita bisa istiqomah di jalannya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semuanya jangan ada yang diem, gerakkan mulutnya. Ini kalau diem itu nanti akan dikeroyok sama malaikat. Ya, dikeroyok malaikat, didongakno. Dongakno gini iso ngomong. Al-madad. 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 Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Al-madad. Al-madad. Pertolongan, pertolongan. Al-madad. Ya Habibullah, Al-Madan, 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 Ya Rasulullah, Al-Madan, 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 Ya Habibullah, أشرق البدر وختف بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك رسول الله المدد المدد يا حبيب الله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة حبيب الله مدد مدد
بمدحك تجلى الأقدار سيدي أجرنا من النار بجاهي يا رسول الله مدد 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 يا رسول الله بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل 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 بالنصر وبالفرج الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أقودا
توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووهزره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب على أهل وصحبه من إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini Allah beri kita kemudahan untuk bertemu, untuk berkumpul dengan memenuhi semampu yang kita bisa jalankan. Apa yang sudah disarankan oleh pemerintah untuk mematuhi peraturan tentang COVID, ya kita jalankan. Alhamdulillah saya lihat teman-teman saya datang pakai masker. Saya lihat teman-teman saya masuk Majlis Ar-Raudhah dicek suhunya, alhamdulillah normal semua. Berarti enggak ada yang stres. Karena biasanya kalau stres kepalanya apa? Panas ya. Ternyata rata-rata suhunya 36, sekian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan cuman cuci tangan. Di depan diwajibkan mengikuti sunnah Nabi tajdidul wudhu, cuci tangannya pakai sabun, lanjut cuci tangan lagi, cuci mulut, ya cuci mulut namanya apa itu, kumur ya. Sunnah Nabi basuh wajah, basuh tangan, berwudhu dengan sempurna plus sunnah-sunnahnya. Kemudian duduknya juga alhamdulillah, walaupun enggak patek berjarak, tapi ya enggak rapet. Jaraknya kurang lebih 60 cm, ada yang 1 meter, ya, karena ada teman-teman yang ngeyel, sudah dikasih tahu jaraknya minimal 1 meter, cuman badannya sendiri juga 1 meter. Ini yang jadi repot ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa majelis-majelis di seluruh Indonesia, pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, insya Allah bersama pemerintah bisa beraktivitas kembali dengan new normal. Amin Allahumma, amin. Insya Allah Indonesia akan maju. Ya, maju zahiran wa batinan. Masyarakatnya akan lebih cerdas, lebih pinter, lebih bersih, lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat mentalnya. Malam hari ini saya mau ceramah pendek, singkat. Sebelum saya ceramah, saya minta tim nasi bungkus segera bergerak. Karena sekarang kita tidak pakai nampan dulu, sampai nanti diizinkan pakai nampan. Sekarang bungkusan. Yang tidak dapat berarti belum rezeki. Ya, jangan kemudian menyesali, aku kok gak entuk gitu ya. Ya, rezeki itu jatahnya sendiri sendiri. Ceramah saya malam hari ini singkat, padat, mudah-mudahan tepat. Kadal faqru an yakuna kufron. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kadal faqru an yakuna kufron. Kada hampir-hampir. Al-fakru, kefakiran, kemiskinan. Kadal fakru an yakuna, menjadikan seseorang kufron, menjadi kufur.
Hampir-hampir kefakiran itu membuat seseorang menjadi kufur. Hadisnya jelas, maknanya yang sering jenengan salah. Maknanya yang sering banyak orang salah tangkep, salah paham. Terus akhirnya ada orang-orang yang menghina orang miskin. Ya awakmu melarat, cedak kafir kok. Kamu kalau miskin nanti kamu gampang jadi orang kufur nanti. Kalau kamu miskin. Lah kok delalah belajar kitab, didelok banyak para wali itu orang miskin. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu yadan 'indal masakin fa inna as-sawlah wal jawlah lahum yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hei umat manusia, hendaknya di dunia ini kalian melakukan kebaikan kepada orang-orang miskin, agar nanti di akhirat kalian ditolong sama orang-orang miskin. Kenapa? Fa'inna saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Karena nanti hari setelah kiamat, nanti di padang mahsyar, nanti di alam akhirat, as-saulah wal jaulah, yang megang kekuasaan, yang jadi penguasa, yang menjadi orang-orang kedudukan tinggi adalah orang-orang miskin. Yang bisa ngasih pertolongan kebanyakan orang-orang miskin. Makanya di dunia disuruh berbuat baik kepada orang miskin, biar nanti di akhirat ditolong oleh orang miskin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Yang kaya ngantri, yang miskin monggo lajeng-lajeng. Ya, silakan lewat, silakan lewat. Kalau mendengar yang seperti ini, Anda pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Ya, penguasa akhirat loh. Wong melarat ki penguasa akhirat. Wong melarat penguasa akhirat. Nah, terus tadi Rasul bersabda, hampir-hampir kefakiran buat orang jadi kufur. Lantas maksudnya apa? Maksudnya menurut para ulama adalah khauful faqr. Bukan masalah enggak punya duit, bukan masalah di PHK, bukan masalah dipecat, bukan masalah tabungannya habis, bukan masalah itu. Yang jadi masalah adalah rasa takut fakir. Rasa takut miskin, rasa takut gak punya, itu yang akan membuat manusia jadi kufur nanti. Gara-gara takut di PHK, akhirnya ninggalkan sholat. Gara-gara takut di PHK, akhirnya berani durhaka kepada orang tua. Gara-gara takut PHK, akhirnya berdusta. Gara-gara takut PHK, akhirnya hukum-hukum Allah dilanggar semua. Kenapa? Takut jadi orang miskin. Lah aneh bin ajaib bin apa meneh Bu? Ya bin Bu ya. Bin bingung. Lah kok sudah melarat takut melarat? Luang saya itu termasuk orang pengalaman melarat, alhamdulillah. Saya ini pengalaman enggak punya. Sebab kalau punya pakai rumus tekno. Dapat tekno, habiskan. Tapi belum habis wis ana. Ya. Tekno urung entek wis ana. Nyoh. Mau habis datang lagi. Pengalaman melarat, jenengan belum pengalaman tuh. Alah, baru melarat sekali aja udah pusingnya luar biasa. Habib, gara-gara corona saya di PHK, hati-hati omonganmu. Hati-hati omonganmu. Gara-gara COVID saya di PHK, hati-hati omonganmu. COVID tidak bisa mem-PHK kamu. Yang bisa membuat kamu di PHK adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada COVID, gak ada COVID, no wayai di PHK, ya di PHK. Bib, gara-gara COVID saya diceraikan istri saya. Ini kasihan COVID. COVID itu kalau bisa berteriak dia akan buat laporan pencemaran nama baik. Sebagai COVID-19 nama baik saya dicemarkan.
saya dituduh menjadi penyebab begini, penyebab begini, penyebab begitu. Ini bahaya ini, kalau sampai orang rusak akidahnya, ya rusak akidahnya, rusak keyakinannya pada Allah subhanahu wa ta'ala, gara-gara takut tidak punya, gara-gara takut kehilangan, gara-gara takut jatuh miskin, gara-gara takut fakir. Jadi jamaah Majlis Ar-Raudhah tidak boleh takut miskin, harus berani sugih. Oh sugih gak wani. Orang gak berani sugih itu sedekah di arep jajan mikir, ya beli baju kaken ngitung, cukup gak ya, cukup gak. Kaken mikir, ya takut ya, kebanyakan takut. Jangan jadi orang yang takut jadi orang kaya. Kalau ditanya siap jadi orang kaya, jawab aku sugih. Kenapa kamu sudah kaya? Orang wedi melarat. Orang yang tidak takut jatuh miskin berarti sudah kaya. Orang kaya yang takut jatuh miskin berarti miskin. Karena orang kaya itu orang yang sudah punya. Orang miskin itu orang yang belum punya. Ajaibnya di Indonesia ini keistimewaan bangsa kita. Mudah-mudahan penduduk negeri ini mendengarkan ceramah saya. Di Indonesia ini ya, kena problem model apapun masyarakatnya ngakak. Lawang kena COVID aja orang-orang ngomongnya apa? Kopat COVID. Kalau sengeluh. Ya. Wah, Masya Allah. Rahasianya di mana? Ternyata ilmunya orang Jawa. Mangan, ora mangan. Sing penting kumpul. Gak iso kumpul di dunia nyata, kumpul di dunia maya. Betul kan ya? Masya Allah. Pakai aplikasi macam-macam. Sing penting kumpul. Wah, lagi ngopo. Sampai saking lupanya kumpul, rok belum dibetulkan, sudah tampil saudara-saudara. Iya, videonya on, ya lali gitu ya. Lali, ya jilbabnya di atas dipakai. Masya Allah. Atas jilbaban, bawah gak dijilbabi. Habib kok tahu, Bib? Lah, saya kan sering ceramah online gitu ya. Ya sering ceramah online, tiba-tiba muncul pemandangan mengerikan saudara-saudara. Lali kameranya jatuh gitu ya. Cetuk ini ke bawah, kan audzubillah min. Mendalik, makanya hati. Akhwani rahimakumullah. Apa rahasianya Indonesia ini kok? Insya Allah seterusnya tahan banting. Ya insya Allah seterusnya tahan banting. Rahasianya di sini. Di Indonesia ini kalau ada orang mumet dua kumpul, gak pernah ngomongkan mumet. Betul? Si mumet ketemu si mumet. Yang satu mumet di PHK, yang satu mumet di PHK juga sama. Satu PHK kantor, satu PHK kasih alias istri. Ya. Yang satu dipecat bosnya, yang satu dipecat istrinya. Dua-dua ketemu jaga jarak. Ong COVID kok ya. Jaga jarak. Itu enggak ada yang ngomong, aku baru di ngenek ke bojoku, aku baru di PHK, enggak ada. Jawabannya apa? Dirokok enggak. Pisang-pisang, kacang-kacang, apa yang kacang. Jadi enggak ngobrolkan masalah, langsung ngobrolkan kacang. Ngobrolkan, kalau yang ahli ngerokok, ngobrolkan rokok. Setelah itu ngomongnya enggak bahas sama sekali masalahnya. Terus ngakak bareng. Ya terus ngakak bareng. Ujung-ujungnya ditanya sama temennya, piye bojomu? Alas, waya ganti. Stresnya hilang. Stresnya hilang. Yang satu nanya, lah piye? Kantormu piye? Ah, bosnya nganyelno. Golek bos liane. Masya Allah, selesai masalah. Kenapa? Dua orang mumet ketemu, gak ngobrolkan mumet. Adanya cuma di Indonesia. Di luar negeri orang mumet ketemu yang lain. Apa? Curhat mumet aku. Yang itu jawab, aku ya bodoh mumet. Mumet ketemu mumet, mumet kuadrat. Jadi pulang semakin mumet. Makanya pesan saya buat teman-teman saya dimanapun Anda berada. Resep kalau kamu tidak mau mumet, ingat-ingat pesan Pak Novel ini. Apa itu? Ojo curhat. Selesai. Makanya saya kan anti curhat. Curhat sama saya macam-macam, bye-bye. Saya pakai ilmunya cakro, tahu pos ronda. Ini sekarang kan banyak orang yang ronda, lagi aktif ronda, betul kan ya? Pos ronda, itu orang yang duduk di pos ronda, gak ada yang ngomongkan mumet. Ngobrol kacang metu, blanggreng metu, telo metu. Betul kan ya? Padahal mumet kabeh. Lima orang mumet kumpul, yang dibahas ngomong, wah kacangnya penak, wah telonya penak.
Yang dibahas yang enak-enak. Hasilnya apa? Fresh, seger, tiba-tiba lu subuh, rampung, rondanya rampung. Coba kalau masing-masing termenung. Kuwi ngelamung apa? PHK. Kacang-kacang, gak kolu. Kira-kira suasana pos roda bagaimana? Remuk, ambiar ya. Ya semoga almarhum Didi Kempot bahagia di alam sana. Ya, alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kita muslimin muslimat yang meninggal dunia, ya semoga berbahagia di alam sana. Diampuni dosanya, diterima semua amal solehnya. Jadi ikhwani rahimahkumullah, resepnya itu kalau kumpul enggak bahas masalah. Jangan kumpul bahas masalah. Kumpul bahas yang enak-enak saja. Jadi kalau jenengan kumpul, saya maksud kumpul zaman sekarang kan kumpulnya dunia maya ya. Wah, pakai handphone gitu ya. Piye kabare? Alhamdulillah. Jatah sugih, kok iso? Wah, sugih. Kenapa kamu sugih? Saya tidak diatur-atur lagi sama bos. Boleh bangun jam berapapun. Koncone paham. Oh, dipecat. Tapi kalimatnya indah, betul enggak? Iya. Yang satu ditanya, kamu sekarang gimana kabarnya suami? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana? Saatnya saya cari suami yang lain. Ya. Kok bisa begitu? Aku baru dipecat bojoku. Alhamdulillah saatnya cari suami yang lain. Bukan stres gitu loh ya. Sudah ada musibah namanya COVID. Masih ngurus A sampai Z. Mikir ruwet-ruwet. Naudzubillah min dzalik. Jadi saya ngajak semuanya, yuk bangun negeri ini dengan cara ngomong sing apik, apik. Gampang toh angel? Yakin. Yakin enggak itu? Bu. Ibu. Kangen. Jujur toh, Bu? Bu. Kangen enggak, Bu? Hati-hati loh, Bu. Istri saya ada di bawah. Menyaksikan, ibu kangen sama siapa harus jelas dulu. Oh majelis toh ya, alhamdulillah. Beb Muhammad ini lihat coba ini, COVID seger. Walaupun ada COVID ya, tapi seger. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Kenapa seperti itu? Dhu ilmin, orang yang punya ilmu. Maka resepnya di sini ya, pegang betul resep ini. Orang yang punya ilmu itu kondisinya apapun mesti dapat solusi. Punya ilmu kok. Kondisinya seperti apapun pasti dapat solusi. Sebab syaratnya orang itu kalau mau jadi wali harus punya ilmu. Kalau udah punya ilmu bisa jadi wali. Ciri-ciri wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi. Aku dipecat besok bagaimana? Enggak mikir itu. Walahum yahzanun. Enggak sedih terhadap apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat enggak dipikir. Lah kalau jenengan hidupnya takut menghadapi yang akan terjadi. Kalau kita hidupnya takut menghadapi apa yang akan terjadi. Sedih terhadap apa yang sudah lewat. Maka itu bukan ciri-ciri wali. Ya, ya kalau toh ada bagian dari kewalian mungkin kewalian tingkat RT paling kecil. Ya RT paling kecil. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah nasi bungkus sudah dibagi. Yang dapat berarti rezeki, yang belum dapat jangan apa batin saya ya. Karena saya tidak tahu malam hari ini kira-kira yang datang jumlahnya berapa. Jadi masaknya yo kira-kira. Yaitu masaknya buat nasi bungkus untuk 1000 orang lebih sedikit. Ya kalau ya. Wah. Nah, semua yang minta doa jangan khawatir ya. Tadi dari awal sampai akhir tadi udah saya niatkan semua. Siapapun dari keluarganya, anaknya, keturunannya, sahabatnya, apapun tadi udah kita baca pakai bahasa Arab dua tadi itu ya. Pol itu. Semuanya. Pokoknya insyaallah udah masuk. Akhiran terakhir ikhwani rahimakumullah. Nasihat saya untuk saya pribadi dan semuanya ya. Sikapi COVID-19 Corona ini dengan selaras sama apa yang diajarkan pemerintah dan ulama. Pemerintah udah mengajarkan SOP-nya. Jenengan kan lihat di depan tuh ada tempat wudhu baru, betul ya? Iya, saya buat tempat wudhu baru di depan.
biar sebelum masuk majelisnya ini udah wudu. Tadi masuk sini ditembak enggak? Ditembak jenengan anu apa namanya? Kebal. Luar biasa. Banyak orang-orang sakti ditembak ternyata enggak jadi masalah ya. Tembakan termometer gun itu ya. Namanya termometer gun. Yang nembak Mas Wahid, betul? Yang laki-laki Mas Wahid diantaranya Mas Cahyo, ya. Kemudian yang perempuan juga ada yang nembak sendiri. Ini akan kita lakukan terus seperti ini sampai insya Allah nanti dikasih solusi langit sama Allah Ta'ala bangsa ini. Bangsa ini dikasih solusi lah langit sampai semuanya jadi senormal-normalnya dan lebih dari normal. Jelas? Ingat ya, ikuti aturan pemerintah. Mudah kok aturannya. Mudah atau enggak mudah? Mudah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, saya tambahin wudhu ngono lho kan ya. Saya tambahin biar lebih sempurna, biar lebih bagus. Ini maaf karpetnya tidak dipasang. Biar apa? Ngikuti aturan pemerintah. Rampung takpel. Iya. Aturannya pemerintah seperti itu. Ya, semakin bagus lantainya semakin kinclong. Betul? Ya, jadi kalau jenengan gak nurut sama aturan pemerintah, majelisnya saya liburkan lagi. Kenapa? Praiki aku penak. Cukup ngaji sama 5 orang online, ganjaran podo, ya repotnya gak patek repot. Repotnya gak patek repot. Siap ikuti aturan pemerintah? Siap untuk tertib? Siap untuk taat? Alhamdulillah. Itu ciri-ciri orang yang punya ilmu. Jadi kabeh gampang, jangan dibuat angel. Gampang ngono kok digawe angel. Buat mudah semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Dan saya mau minta semuanya untuk membaca satu Al-Fatihah. Ya, satu Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kita, keluarga kita, ya, sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, baik di hari ini atau hari-hari yang lalu, khususnya sahabat saya Kiai Haji Ahmad Zaki Hadzik Tebu Ireng, semoga Allah Ta'ala jadikan beliau di alam barzah sana bahagia, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, anak keturunan yang diberi ketabahan, kesabaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga orang-orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia di alam barzah sana, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, mendapatkan pahala yang besar dari majelis ini dan taman-taman surga pindah ke kuburan mereka semua. Al-Hadziniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang pulang dengan tertib. Jangan berdesak-desakan satu-satu ya. Satu-satu. Kemudian Jumat depan insya Allah kita lanjutkan. Ingat sholat isya, kemudian langsung ke kajian. Untuk Jumat depan insya Allah jam 9 sudah selesai. Ya, jam 9 sudah selesai. Karena malam ini maulid ya. Maulid kan memang agak panjang. Insya Allah Jumat depan sudah mulai jam isya, jam 9 sudah selesai. Jazakumullah khairan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ngaji bareng Habib Muhammad bin Husin setiap Senin malam Selasa ba'dal isya langsung juga sama ya, surat isya berjamaah, kemudian kajian besok khataman kitab Fathul Ilah, ya khataman kitab Fathul Ilah bersama Habib Muhammad bin Husin al-Habsyi insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي
واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. جزاكم الله خيرا. Pulang yang tertib, hati-hati, jangan lupa maskernya dikenakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.